مساء الورد والحب على مشاهدينا، رجعنا لكم بحلقة جديدة مع برنامجكم حكاوينا. معاكم هاجر شعبان وزميلتي نهلة البطران. ازيك يا نهلة، عاملة ايه؟ ازيك يا هاجر؟ انا تمام، انت ايه اخبارك؟ الحمد لله كلنا والله كويسين. في الحقيقة لكل واحد فينا حكاية عاشها أثرت فيه، سواء بتجارب ناجحه او فاشله، مع انه في الاصل هي مش فاشله، لانه اي تجربه انت اقدمت عليها فانت بتتجنب حاجتين: الخوف من الفشل والاحراج. بمعنى اي حاجه هتعملها عشان توصل لهدف معين، سواء وصلت له او ما وصلتلوش، فانت بتكسر حواجز كتيره قوي جواك: التردد، القلق، الجبن. هتسيب بصمة في حياتك وحياة الناس اللي حواليك، بغض النظر بقى وقتك محدود، وقتك فاضي، المهم تعرف تستغل الوقت ده كويس. ليا شخص عزيز عليا جدا جدا دايما كان بيقول: أنا بعيش اليوم بتاعي كأنه آخر يوم هعيشه. بمعنى بيساعدني آخد او بيديني حافز اني اخد قرارات كبيره في حياتي وان امن بده. الحقيقه يا هاجر، يعني كلامك جميل جدا وكلامك ما شاء الله، يعني بيعرفنا انه لازم نحافظ على الوقت بتاعنا، لازم نحافظ على حاجات كتير جدا. النهارده يا جماعه احنا جايين لكم في حلقه جديده وموضوع جديد، جايين لكم بحاجات كتيره قوي تفاؤليه. عايزين اللي احنا نكسر مع بعض جانب اللي احنا نبعد عن الحاجات كلها السلبية وندور على الحاجات الإيجابية. بما اننا النهاردة جايين نتكلم على الحاجات الإيجابية، جايبين النهاردة ضيفة مميزة، ضيفة برغم صغر سنها بس هي حاولت اللي هي تكسر الحاجز وحاولت اللي هي تكون احسن. معانا سلمى جلال. اهلا بيك يا سلمى، المغنية والمطربة الصغيرة الجميلة اللي منورانا النهاردة. عاملة ايه؟ الحمد لله يا نهلا، انتي اخبارك؟ الاخبار تمام. خلينا نبتدي كده مع بعض، عرفينا يا سلمى ايه هي الحاجات اللي ابتديتيها مع نفسك، يعني انت ابتديتي ازاي، عرفتي ازاي تكتشفي الموهبه اللي عندك الجميله دي؟ والله هو دايما البدايه بتبقى من عند الاهل في البيت، بيكتشفوا الموهبه، بيحاولوا يهتموا بالموهبه دي ويشجعوا الطرف ده ان هو يتقدم لقدام ويتدرب. وبعد كده بقى المدرسه بتتولى ده، وبتبدا ان هي ادخل بقى في فرق المدرسه وعلى مسرح المدرسه وكده، لحد يعني ما بدات ان انا اعمل حفلات. ربنا يخلي لك اهلك يا رب، ودايما كده من نجاح لنجاح. قولي لنا يا سلمى ايه الحاجات اللي قابلتك والعوائق اللي قابلتك في حياتك وخلتك برضو اللي هو تستمري تقولي لا انا مش هقف، انا مش هقع، انا برضو هكمل؟ والله هي العوائق بتبقى كتير، ولكن احنا بنحاول نتفاداها دايما بان احنا الثقه في النفس، ان احنا نتفادى اي مشكله ونمشي في طريقنا عادي ونبقى واثقين من اللي احنا بنعمله ومن موهبتنا، واكيد دعم اللي حوالينا بيفرق معانا كتير. في الحقيقه نهله، من الطبيعي ان كل مره هتطلعي فيها على المسرح هتكوني متوتره، بتعملي ايه بقى عشان تواجهي التوتر ده؟ والله هي دايما التوتر بيكون مسيطر، يعني دلوقتي متوتره بس يعني بحاول افتكر ان انا بعمل حاجه بحبها، وان انا طالعه على الناس بغني، بسمعهم ايه اللي عندي، بحاول ان انا اوصل لهم صوتي. اغلبهم بيكونوا ناس حاضره، اهلي، كل الدعم ده بيفرق جدا، وساعات بيأثر على ادائي. بخرج ان هو انا مأثر على ادائي جدا، بس خلاص يعني انا بعمل الحاجه اللي انا بحبها، واكيد كل مره بكتسب خبره اكتر والتوتر بيروح. طبيعي يعني أنا كل واحد فينا بيطلع يعمل حاجه ومتاكد ان الناس اللي بتشوفه بتحبه، ده بيديله دافع ان هو يتخلص ايه من التوتر والستريس اللي بيجيله. طب عايز اسالك سؤال دلوقتي، انت الوحيده الموهوبه في عيلتك ولا كان حد في عيلتك بيغني وانت خدتي منه الطفره دي؟ بصي هي في قرابه يعني بس بعيده شويه من ناحيه الفنان الكبير الله يرحمه سيد مكاوي. الله يرحمه. بس هي ربنا يرحمه، هو بعيده شويه، ولكن انا مبسوطه ان انا جزء صغير. يعني هو كان خال جدتي، مامه بابايا، وجدتي ورثت منه الموهبه، ثم ابويا، ثم انا. فيعني انا بفتخر ان انا حتى القرابه لو بعيده فهي موجوده. طيب احنا بقى عايزين نستغلك بقى شويه كده ونسمع حاجه للفنان سيد مكاوي. طيب حاضر، ممكن نقول حلوين من يومنا والله. يلا بينا. يا ليل بعت سلامي للناس الطيبة، فكرهم بالمحبة وبأيام الصيف.
وتعيش الفرحة دايما في قلوبنا قريبة. يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي، ده الغالي علينا غالي، ده الغالي غالي علينا غالي، ده الغالي علينا غالي، ولا عمره حيتنسى حلوين من يومنا. والله والله قلوبنا كويسة حقيقي. جميل جدا جدا ما شاء الله عليكي. احكي لنا بقى يعني توتر ايه بس بتاع ايه ده، احنا جامدين جدا. ما شاء الله عليك. احكي لنا كده ونقول للجمهور كله انت ازاي حاولتي ان انت تنمي موهبتك، عملتي ايه؟ احكي لنا كده علشان اي حد بيشوفنا وبيسمعنا دلوقتي وعنده موهبه جميله زيك كده يعرف ازاي اللي هو ينمي من نفسه. والله هي الحاجات دي اولا طبعا الموهبه، ثم ان هي بتثقل مثلا بالدراسه، يعني لو حد حابب يدرس الموسيقى من خلال الاوبرا او من معهد الموسيقى العربيه، او ان هو يدخل فرق. يعني انا دخلت فرقه مع الاستاذ اسماعيل صادق مطرب الاوبرا، واغلب خبرتي اكتسبتها منه من خلال زمايلي، ان انا بتعلم دايما بحفظ منهم الاغاني القديمه، القصائد، الحاجات الصعبه، الغنى القديم بقى اللي بيعلم بجد. وخبرتي طبعا من خلال بابايا لان هو كمان موهوب زي، يعني ما شاء الله عيله عيله فنانين كلكم بقى. بس فيعني اهم حاجه الموهبه، ثم انه لازم الاصرار والمحاوله دايما، وان انا احاول اخد الخبره دي من حد فعلا بيفهم، وان انا احاول بقى اخش من بيبان تانية زي مثلا سوشيال ميديا. انا ابدا اعمل فيديوهات طبعا على سوشيال ميديا. اي حد بيخش من باب السوشيال ميديا لان هي اقرب للناس، اقرب للناس دلوقتي واسرع دلوقتي خلاص، يعني كله بقى معاه موبايل، بقى يدخل بقى على السوشيال ميديا في اي وقت، فكده اسهل واسرع للناس بطريقه كويسه جدا. انت عملتي حاجه على اليوتيوب او فكرتي تعملي حاجه على السوشيال ميديا؟ فكرت اعمل على اليوتيوب، بس الاول يعني نبدا فيسبوك الاول بقى يوتيوب. عملت اغنيه في رمضان كان تتر مسلسل فرصه ثانيه لرامي صبري، عملته فيديو جاب فيوز كويسه. ويعني الطريقه دي بتبقى اسهل ان انت بتتعرفي اكتر، صوتك بيوصل للناس اسرع، للشباب، فبتبقى فرصه حلوه يعني. طب يا نالا، انا لما سمعتك من شويه انت من الناس اللي بتضيف على الاغنيه، يعني الكارير بتاعهم بيضغي على الاغنيه، ما فكرتيش تعملي حاجه مستقله ليكي؟ والله يعني ان شاء الله في حاجه قريب للشاعر حسن نبيل والحان جلال مكاوي. فممكن جلال مكاوي اللي هو ما شاء الله ما شاء الله. طب نسمع حاجه؟ ممكن طيب؟ نسمع حاجه. اوكي ماشي، نسمع حته كده. يلا بينا اكسكلوسيف بقى. احنا عندنا كل جديد كل جديد. يا قلبك يا اسوتك، يا قلبك يا اسوتك، يا قلبك يا اسوتك بالقوة دي يا بختك، معقول بالسرعة دي تبيع وتهد فيا، معقول بالسرعة دي تبيع وتهد فيا وتسيب نفسك لغيري وكمان بتحبها، راح فين كلمة بحبك والغيري قلتها، راح فين كلمة بحبك والغيري قلتها، جيت أبارك وجيت أشارك قصة الحب الجديدة، جيت أشوف مين هي دي صاحبة الحظ السعيدة، صاحبة الحظ السعيدة. لا 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 هسقف لك. والله احنا اللي حظنا حلو انك معانا النهارده بجد. يعني انا مبسوطه قوي اني كنت معاكم النهارده، واحنا والله اكتر جداً صوتك جداً يعني مبسوطين ان في شباب دلوقتي صوتها اصيل زيك. لا لا وكمان بتغني الاغاني القديمه العريقه اللي هو يعني ما طلعتيش بقى، ما شاء الله عليكي، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يوفقك يا رب. ودايما كده من نجاح لنجاح.
وانتي بجد يعني نورتينا قوي النهارده، احنا مبسوطين جدا، وان شاء الله هيكون في حلقات اكتر من كده، مش هتقف على كده. نورتينا جدا، ميرسي ليك يا هاجر. احنا في نهايه حلقتنا للاسف، احنا يعني كنا عايزين نقعد مع سلمى وقت اطول من كده، بس للاسف احنا وصلنا لنهايه حلقه النهارده. حابين نقول never give up، لا تيأس ابدا. اي حد بيقابله اي صعوبات او عوائق في حياته المفروض اللي هو يبعد عنها، المفروض اللي انت تحاول تكون احسن في حياتك وفي دنيتك، المفروض اللي انت علشان تدور على حاجه تنجح فيها المفروض تبعد عن اي حاجات سلبيه، حاول تقرب من الحاجات الايجابيه، حاول تبقى زي ضيفتنا الجميله اللي كانت منورانا النهارده برغم صغر سنها لكن وصلت لاحلام كتير وحاجات كتير حققتها، حاول اللي انت تكون احسن، حاول اللي انت دايما دايما تدور ازاي على طريق نجاحك. كنت معاكم نهلة البطران في برنامج حكاوينا، ومعايا هاجر زميلتي هاجر شعبان، وكان منورنا النهارده الضيفه الجميله سلمى. سلمى جلال انت نورتينا جدا النهارده، مبسوطين احنا سمعنا، مبسوطين جدا، وان شاء الله انتظرونا في حلقات كتيره ومتنوعه، وهيكون معانا كل جديد زي الحاجات الاكسكلوسيف النهارده اللي شفناها. هستناكم في حلقه جديده وموضوع جديد من برنامج حكاوينا. باي باي يا حلوين.